خويا هاد المهنة راه غير بحال قلت شي مناسبات، شي مناسبات العواش ديك 25 يوم شهير كاع قبل العيد حتى ليلة العيد، ما من ورا العيد كي قلت لك راه اللي عنده شي عرفة راه تيمشي ليها. ويا ما العواش بنادم راه تيجي تيقعد تيترزق الله هنايا وصافي هادشي اللي عطى الله هو هذا. تيجي بنادم تيدير فخرات شوية ديال الطين نجم راه تنمشيو تنحشو اللي هذاك يمن من الغابة ولا من غابة الشباب ولا هادشي اللي عطى الله هو هادو. الطينة تنشريهم من الفخارة، فخرة تنشريهم من التيبو، تجيب السلعة داكشي قانوني بالبون تتقول تترزق الله. هاد القنت 22 سنة دابا بالحساب 22 عام باقيين هاد الطيور هادو اللي كاينين هنا ما مبنيينش، كان تيسعدا واحد وشعوف 22 سنة بالحساب اللي كنت أنا هنا. كل عام تنجر الطين شوية ديال الفخر، كاين بعض الاعوام اللي تتكون الوقت محركه عندي مثلا في الصناعه ما تنجيش لهنا حتى الصباح العيد، تنجي تنشوط بحالي بحال الدراري تنترب بريقه تنشطب السيكتور ديالي وتنزيد في حالات. والايام اللي تتكون القضيه مضطره راه تنجمع ديك البريقه تنجيب منها الطين شويه تاع الفخار، مع مول الفخار ما تعطيهش فلوسه كامل تعطيه بحال قلت يا عربون، مول الفخر حتى هو تعطيه يلاه عربون تعطيه واحد شوية تيعطيك تا هو السلعة تخدم بها تا تجمع ليها رزق و تاتيه ليه تتشط ليك البركة. هادشي اللي عطى الله هو هاد 30 يوم 25 يوم بحال هاكاك باش تنحطو قبل من العيد. لا لا الفخر و هادشي تجار التين مكاينش، قلت بيه كتب لي قولي كنزيد فيه الثمن، الثمن كي قلت لك انا قبيله في الاسعار في هادشي ديال المواد الغذائية و الخرفان و هادشي فاش كنزيد الثمن. و راه العمل راه هاد البلاد هادشي راه الخدمة فيها ضعيفة شوية، خدمة راه قليلة، المسكينة واكل العصا، اللي عنده راه معيد واللي ما عندوش راه تيكافح مع الوقت وصافي، تيجيب باني باش يدوز الساعة وصلان بهادشي اللي عطى الله هو. هذا ديال الليمون كي قلت لك قبيلة، الليمون الشوك هو باش تنخدم، هذا حاليا دابا اللي عندي دروكا ديال الليمون هو باش خدام. جبت جوج خناجي ديال المزيبري بعت وحدة 180 بقات عندي وحدة. خنشا وحده اللي بقى دي صح هو ب 120 تتبيعو ب 180 ريال الكيلو. ضروري من الخسائر، ضروري من تلقى فيه واحد شويه ديال الغبره والسحاق، ضروري داكشي ماشي شي خسائر ولا ني شويه وصافي. الاعوام اللي فات احسن من هذا العام، هذا مع كل سنه وكي تكون كل عام وكي تيدخل على حسب الاجواء وعلى حسب حتى المدخول ديال المسكين. هضروك الناس عتلفانا، كاين اللي باقي كاع ما مقتي، كاين اللي باقي كاع ما شد حتى فلوس باش يتقتا. الوقت راه كي قلت لك حنا نيت راه قاعدين تنقشرو، الا بعتي شي غراب شي براده جا شي واحد وبعت ليه شي 5 كيلو تلفا خرتي حتى مثلا تيبيع الحوت ولا شي واحد تيشوي وصافي. هادشي اللي كاين الناس باقي ما تتقتاش 30 يوم 25 يوم بعد خطره تي 20 يوم تيجي الله البركه، ضروري ما تجي يسر لك الله، تاتي السبب تيبارك لك الله في الرزق. لا تنسبوا الكاميرا على الله، هادشي اللي عطى الله هو هذا. درويشه تيجي شي واحد درويشه خصك تبيع ليه مثلا طاجين طيح عليك انت ب 160، ابغي تبيع له ب 10 دراهم طيح عليك ب 360 هذا تقول له 400، تاتي معاه جوج دراهم في الحاجه. غرافه تطيح مثلا ب 30 ريال عند مالي في الفخاره تتبيع بجوج دراهم. الرائد ديالي هو الله يعطي ما خلق وصافي، والله يعطي هاد الناس اللي مغلين الاسعار على هاد المسكين. بحال انت انا دروك الا ما خدمتي والله لا جبت شي حاجه لولادك بالله. الرساله ديالي تيهم اخويا هو مرحبا بهم، واللي خصاتو شي حاجه يجي مرحبا بها. هادشي اللي عطى الله هو عندنا الفخر، عندنا الطين، عندنا البصله،
عندهم شي حاجه تاع تحيجهم تسوى مرحبا بهم ومبارك عواشرهم هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا الخوا. شنو نقول لك اخويا، راه من نهار انا كبر هنا من نهار تنعرف راسي وانا تندير هاد الحرفه دابا، راه قلت تقريبا شي 47 سنه في عمري، قلت شي 20 سنه ولا هي 16 سنه وانا تندير هاد الحرفه. فاخر راه ثمنه هو هو، ما تزاد فيه والو، 7 دراهم اللي كاينه من العام للعام هي اللي كاينه، والربيع نعم سيدي اللي بوا شي حاجه تنعطيوها ليه، بوا 100 ريال بوا 10 دراهم بوا 40 ريال، زعما بثمن مناسب تنتساعدوا مع الناس. هادشي اللي عطى الله كاين الاقبال مع الجيران ومع الحباب، حيت انا معروف هنا وزياده وخلوق هنايا، كابر هنا عندي الناس معروف، ماشي زعما وتنجيب حاجه زوينه سلعه زوينه اللي تا عندي الفاقر تعاود يجي عندي العام الجاي يتقاد ثاني، كاين اللي تيدي 5 يدي 10 يدي 14 يدي سلعه زوينه وتنبيع سلعه زوينه تاع سلعه البلوط، قليل اللي تيجيب هاد السلعه هادي البلوط شي حاجه ما نهضروش، ماشي المزيبري ماشي الشوك ماشي كاين نواع تاوع الفاخر، ولكن انت نجيب هذاك النوع تاع البلوط قليل اللي تيجيبو حاجه مليحه وبالثمن زوين والثمن هو هو، ما بقى زيد عندنا حنا الثمن تنتحسبوا لهم هما 7 دراهم هي اللي كاينه. 10 ايام من الاخرين عام سيدي كلها تنقعدها هنايا حتى ليله العيد، ليله العيد تنشطب تنقي ما حلي تنخليه كيف كيف لقيتو، وتنتي حاجك الزبل تنلوحو في البركاصه وتنمشي تنتسارح مع راسي. نهار العيد نعم سيدي تنفيق تنمشي تنصلي تندبح لوليداتي تنجي في حالي، ما تنغليوش نعمس حنا داك الشيء ثمنه هو ثمنه ديما، واخا يكون كاع الغلا ما تنغليوش حنا على بعضياتنا، تنتعاونوا مع عباد الله. المهم ماشي مشكل، دايز الساعه دايز العواجل الله يجيب الصحه والسلامه، نقول لهم مرحبا بهم الا خاصهم شي حاجه، راه حاجه زوينه وسلعه بلطات البلوط وثمن مناسب، 7 دراهم هي 7 دراهم، ومضات الجناوه حتى هو راه الثمن مناسب والثمن هو الثمن، الربيع حتى هو راه تنتعاونوا، اللي ما عندوش كاع تنعطيوه حتى حنايا، الربيع اللي ما عنده كاع تنمضيو ليه تنتعاونوا، كاينين الناس اللي تيوقفوا عندنا ما عندهمش باش يشريوا الفاخر تنعطيوهم شويه الفاخر باش يقضي، كاين اللي ما عندوش باش يمضي تنمضيو ليه لله في سبيل الله، وحنا المسكين تيتعاون مع المسكين وكل شيء جايز. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.